أول عشر ثواني إيش بيسألوها بيعرفوها أهلا وسهلا فيكي بيعرفوها على نفسهم حتى تأخذ هذا إيش حتى تأخذ هذا إيش أول إشي إن أحط اسمي الإيميل رقم للتواصل العنوان حط الإنجازات الأكاديمية من الأحدث للأقدم يعني يفضل إنها تكون كتبتها باللغة الإنجليزية يكون صادق في كل أجوبته يحاول إنه هو يكتب كل إشي باختصار وترتيب التفاصيل الشخصية ما بتهم الصورة الشخصية العمر العرق هواياتي الحالة الشخصية والحالة الاجتماعية إذا أنا عندي أولاد أو ما عندي أولاد ما يكتب أي إنجازات هو ما فيش عنده إشي يعني يثبت إنه أنجزها لازم تهتم بأول 20 ثانية من المقابلة لأنهم بتعطيهم النظرة الأولى عنك إنك أنت شخصيتك شو هي إصغاء صح لإلهم يلي تقدر تعطيهم الجواب المناسب ما تمشي على أجوبة ما في إلها داعي بنصحهم إنهم ما يبينوا على حالهم توتر حتى لو كانوا متوترين يكون اللباس أنيق ورسمي بناسب للمقابلة البرفيوم لازم يكون خفيف مش قوي ما تتأخري على موعدك لازم تيجي بالوقت اللي محدد لك عشان يحسوا قديش عندك انت عندك نظام بتحكي عن نقاط ضعفك بس تحاول تحولها لإشي إيجابي كتر الحكي لأنها بتخلي الواحد يضيع إنه ما تتكتفي مثلاً وما تنكتي كتير تكوني معتدلة